قايمة جمال بالماضي المرة دي هو عمل قوائم كتيرة جدا في كل معسكرات المنتخب، ولكن القايمة المرة دي رائعة جميلة وفيها عدل وفيها روح جديدة، فيها خبرات وفيها العدل كمان. مهم جدا ان بلايلي ما يكونش موجود، دي في صالح بلايلي وفي صالح المنتخب. ووجود اسماعيل بن رحمة يا حقه طبعا، وان شاء الله تبقى بداية انطلاقة ليه. يعني في حاجات كتير حلوة قوي هتكلم عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. القائمة نزلت متأخر امبارح فقلت اعمل فيديو كده، لان القائمة فيها حاجات كتيرة جدا 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 مميزة. من اجمل مميزات القائمة ان واخد لعيبة من اتحاد الجزائر، ودي تديهم روح ودفعة واثبات للوجود اكتر. يعني بصراحة بالماضي ادى فيتامينات لاتحاد الجزائر عشان الفوز يبقى مش 200% بالبطولة افريقيا، يبقى 1000000%. دي حركة كويسة جدا، بنبوط الحارس وبالعيد وهيثم ومحيوس، وتدي كمان يعني ثقة للعيبة تانية في اتحاد الجزائر انهم يستحقوا ان شاء الله ايام ويبقوا ابطال افريقيا ويستحقوها. في حاجات كتيرة جدا في القائمة عجباني. انا بعمل فيديو زي مقدمة دلوقتي وهنتكلم بعد ساعة او ساعتين. كان في تنظيم بعمله في القناة كده، كان في شوية لخبطة ظبطتها الحمد لله، وان شاء الله باذن الله هتكلم على كل اللعيبة الجديدة، هتكلم على المميزات، وهتكلم برضو ليه قال القايمة بدري، هتكلم في الموضوع ده. يعني اول مرة جمال بالماضي كان بيقول القايمة قبل المعسكر بيومين، لا هو دلوقتي قايلها قبلها بكتير. هقولها ليه دلوقتي، اسباب فعلا مش اي حد يفكر فيها، لكن برافو عليه ان قال القايمة بدري. والمستبعدين واللعيبة اللي جت، وما فيش حاجة اسمها لاعب محلي ولا لاعب محترف، في حاجة اسمها انت بتاخد الافضل. فجمال بالماضي من حلاوة القايمة دي ان واخد الافضل بدون مجاملة، لان فعلا هو حاسس ان خلاص البطولة الافريقية قربت. مش هقول بقى فاضل، لا ده هم معسكرين، معسكر اللي جاي شهر 9 ومعسكر شهر 11 والبطولة تتلعب، فالوقت ضيق، فبياخد الافضل. ياخد الافضل، وهبقى فرحان جدا ان اشوف حسام عوار بتشيرت الجزائر اول مرة، لانه لاعب سوبر قوي. انا شايف ان الجزائر بيرجع هو على قمة افريقيا اللي كانت من سنتين، لا هيرجع تاني وهيبقى في بعبع بحق وحقيقي. انتظرونا بعد ساعة من دلوقتي بفيديو مهم جدا على كل اللعيبة الجديدة وتقييمي ليها ورد فعل على القايمة كلها. شكرا.